أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد وحلقة جديدة من برنامجكم تبسيط العلوم. أعزائي طلاب الدمج، النهاردة هنقدم ليكم مادة الفلسفة والمنطق، وهنتكلم عن شكل الأسئلة المتوقع أنها تيجي في الامتحان وطبيعة الإجابة عليها. معانا ومعاكم النهاردة لإلقاء الضوء حول هذا الموضوع أستاذة سرية حسن أسامة، معلم خبير بوزارة التربية والتعليم. نرحب بك معنا. أهلا وسهلا، أهلا بك يا أستاذ رباب. أهلا بحضرتك. وبنقول دايما أن مادة الفلسفة والمنطق من المواد اللي هي بتحتوي على عدد كبير جدا من الأسئلة المختلفة في شكلها وفي نمط الأسئلة. خليني في الأول أسألك عن المنهج السنة دي، هل حدث فيه أي نوع من التغيير؟ لا، المنهج زي ما احنا، يعني نفس المنهج السنة دي هو نفس المنهج السنة اللي فاتت، إلا بعض التغييرات اللي بسميها تغييرات طفيفة. تمام. طيب نيجي معاكي بقى لشكل الاسئله، لان احنا عايزين النهارده لطلاب الدمج نقول لهم طبيعه الاسئله اللي ممكن تيجي في الامتحان، وطبعا هنديهم نموذج هنتعرف عليه علشان بالوقت وبالثانيه علشان يعرفوا ازاي يجاوبوا على الاسئله. اهم حاجه طبعا احنا ما بنخافش، حاجات بسيطه، الماده سهله ما فيش فيها حاجه، بس بيختلف الامتحان. بمعنى يا استاذ رباب، احنا عندنا كذا نوع من انواع الدمج. تمام. بمعنى عندي مثلا فئه موجهه للتوحد، او بسميها متلازمه داون، او بطيء التعلم. معنى كده بجيب لهم الامتحان سلس بسيط، مكون من عباره عن ثلاث اشكال، بجيب اختيار ما بين متعدد، بكون جايبه السؤال وجنبيها بيختار يا ترى اني اجابه مناسبه ليها. عندي اسئله صواب وخطا بدون تعليل، عندي اكمل ما بين الاقواس، بكون جايبه الكلمات وبقول له اختار الكلمه المناسبه يحطها لي. يبقى معنى كده انا موجهه للفئه دي. طب عندي برضو نسبه اعاقه بسميها اعاقه حركيه، بجيب اسئله موضوعيه اختيار صح وخطا، وبرضو بجيب اسئله مقاليه. عندي ضعاف البصر، عندي المكفوفين. اذا كل فئه بتكون موجهه حسب مين، كل سؤال بيكون موجه حسب الفئه. تيجي نبدا النهارده ونشوف مجهزين ايه للطلبه. نبدا مع حضرتك. النهارده احنا هنبدا اول حلقه معانا مراجعه دمج خمس فئات. بمعنى هنراجع للتوحد، متلازمه داون، بطيء التعلم، اعاقه سمعيه، اعاقه بصريه، اعاقه حركيه، ومكفوفين الدمج. خلي بالك معايا يا استاذ رباب ان الخمس فئات دول مشتركين في اغلب الاسئله الموضوعيه. بمعنى ايه؟ بنجيب لهم اختيار، بنجيب لهم صواب وخطا، بنجيب لهم اكمل. الاختلاف اللي عندي يا استاذ رباب ان الاعاقه السمعيه والبصريه والحركيه هتزيد عليها بس الاسئله المقاليه. تيجي نبدا النهارده ونشوف يا ترى اول سؤال بيقول ايه. اول سؤال، احنا زي ما احنا اتفقنا ان احنا هنراجع لطلاب الدمج الفئه الاولى المكونه من الشلل الدماغي، التوحد، متلازمه داون، بطيء التعلم. وقلنا ان كل الاسئله موضوعيه، يعني بدون تعليل، اختيار ما بين الاقواس، ضع علامه صح وخطا بدون تعليل، اكمل العبارات. تعالي يا استاذه رباب نشوف السؤال الاول. السؤال الاول زي ما احنا شايفينه السؤال الاول اجباري، بيقول لي اجب عن الاتي. جبنا مجموعه من الكلمات، قلنا له كلمه التفلسف، قلنا ابن خلدون، الطاو، علم معياري، وجبنا كلمة العمل. ويبدأ الطالب عندي يحط الكلمة المناسبة مكان النقط اللي احنا جايبينها له. السؤال الأول بيقول لي من الوظائف الأساسية التي تميز الإنسان عن الحيوان، يا ترى ايه اللي بيميز للإنسان عن الحيوان؟ طبيعي بختار الإجابة المناسبة ألا وهي العمل. يبقى معنى كده بختار من فوق العمل واروح كاتباها مكان النقاط. نشوف السؤال الثاني. فيلسوف تحدث عن أثر الهواء في أخلاق البشر وهو. طب لو احنا بصينا، هل يا أستاذ رباب حضرتك شايفة اسم فيلسوف موجود عندنا غير ابن خلدون؟ لا. يبقى معنى كده بقوم باختيار ابن خلدون، وهو من الفلاسفة الذين تحدثوا عن أثر الهواء في أخلاق البشر. نكمل بقية أسئلة ضع الكلمة المناسبة في مكانها الصحيح. نشوف السؤال اللي بعد كده، طبعا نفس الكلمات متواجدة معايا. بيقول لي نشاط فكري يتناول حقائق الحياة استخدام النظرة النقدية. والسؤال دوت جاي لنا من الباب الرابع، ألا وهو إيه النشاط الفكري اللي بيتناول حقائق الحياة واستخدام النظرة النقدية؟ يبقى هتطلع عندي كلمة التفلسف، وبختار التفلسف وأحطها في مكانها الصحيح. يبقى احنا اخترنا ثلاث اختيارات. نرجع على السؤال الرابع، البيوتيقى عند جاكلين روس، وتطلع معايا الإجابة ألا وهو
علم معياري. نختم بآخر سؤال من أسئلة ضع الكلمة المناسبة في مكانها الصحيح. تمثل الطبيعة عند المفكرين الصينيين، واتبقت معايا كلمة واحدة ألا وهي مين؟ الطاو. يبقى نحط الطاو. معنى كده زي ما احنا شايفين يا أستاذ رباب كلمات محطوطة قدامي، أنا باخد من الكلمة واروح حطها في المكان المناسب. ننقل على سؤال تاني نشوف نوعية جديدة. السؤال هنا نوعية جديدة تماما. السؤال التاني بيقول لي ضع علامة صح أم خطأ أمام خمس عبارات فقط. طالما يا أستاذ رباب قال لي خمس عبارات فقط، معنى كده هو جايب لي ستة، وأنا بختار منهم كام عبارة؟ خمسة. بس إحنا بنقول للطالب إن هو يحل إيه؟ ست أسئلة تحسبا لوجود خطأ أو حاجة مش عامل حسابها. نشوف السؤال الأول في صح وغلط. انحاز سقراط إلى القيم الذاتية النسبية، وبيقول لي ضع علامة صح أو خطأ. إحنا عايزين نفكر الطالب إن إحنا عندنا أربع فلاسفة نادوا بالقيم الموضوعية، سقراط وأفلاطون وماكس شيلر وجورج مور، نادوا بالقيم الموضوعية. معنى كده هو جايب لي انحاز سقراط للقيم الذاتية النسبية. في الحالة دي هتطلع العبارة معايا مين؟ خاطئة. نشوف عبارة أخرى. العبارة بتقول لي الإفصاح أحد عناصر الموافقة المستنيرة، وإحنا عندنا فعلا في عناصر الموافقة المستنيرة أربع نقاط، إفصاح وفهم أهلية والطوعية موجودة معايا والموافقة. هو جاب لي نقطة واحدة، قال لي الإفصاح أحد عناصر الموافقة المستنيرة، فبروح قايلاله العبارة تطلع معايا مالها صحيحة. ننقل على سؤال ثالث. بدأت مرحلة التفسير والتوظيف مع العصر الحاضر. والأسئلة دي يا أستاذ رباب من الأسئلة المهمة جدا وبتكون دقيقة، لأنه بيطلب مني العصر. احنا عندنا في المرحلة دي خمس مراحل، تقديس وتأليه، ودي أول مرحلة في العصر اليوناني. عندنا تاني مرحلة تفسير وتوظيف، ودي في العصر اليوناني. عندنا تالت مرحلة بسميها استغلال وسيطرة، وعندي رابع مرحلة القهر والاستبداد، وأخيرا الاحترام والصون. معنى كده بيقول لي بدأت مرحلة التفسير والتوظيف مع العصر الحاضر. في الحالة دي طبعا العبارة هتطلع معايا العبارة خطأ بالنسبة لي. ليه؟ لأن مرحلة التفسير والتوظيف ظهرت في العصر اليوناني حتى مطلع العصر الحديث. طبعا يا أستاذ رباب احنا ما بنعللش، بس احنا بنفكر الطالب يا ترى المرحلة ظهرت فين. نشوف عبارة بعد كده. التسامح الفكري. السؤال دوت من أسئلة الباب الرابع. بيقول لي مقوم أساسي من مقومات التفلسف، ودي تعتبر مهارة جديدة لسه مضافة للمنهج السنة اللي فاتت. تسامح الفكري مقوم أساسي من مقومات التفلسف، إن الإنسان أو الفلسفة تدعو للتسامح الفكري. طبعا إجابة صحيحة، لأنها سمة من سمات الفلسفة إن أنا بتقبل رأي الآخر. يبقى العبارة معايا صحيحة. سؤال تاني وعبارة أخرى. تعد المنفعة أحد معايير الأخلاقيات الطبية الحديثة. لما نيجي ناخد العنوان ده الباب التاني البيوتيقة، معايير الأخلاقية الطبية الحديثة، أنا عندي أربع نقاط، عندي المنفعة بسميها من معايير الأخلاقية الطبية الحديثة، عندي عبارة أخرى بسميها عدم إلحاق الأذى بالمريض، عندي احترام استقلالية المريض، وعندي المساواة والعدل. هنا هو جاب لي كلمة بيقول لي المنفعة أحد معايير الأخلاقية الطبية الحديثة، تطلع معايا العبارة مالها صواب أو العبارة صحيحة. يسهم الفلاسفة، ودي عبارة جديدة، في وضع المواثيق الأخلاقية المهنية. هل يا ترى الفيلسوف ليه دور في وضع ميثاق أخلاق المهنة؟ طبعا أكيد، لأن احنا بنتكلم على فلسفة، مواثيق أخلاقية مهنية. طبعا، لأن الفيلسوف ليه دور في وضع ميثاق أخلاق المهنة. وفي الحالة دي العبارة بتطلع معايا صواب. يبقى العبارة زي ما احنا شايفين صواب. معنى كده يا أستاذ رباب احنا تعرضنا لنوع من الأسئلة، اللي هو السؤال الأول كان
بنجيب له الكلمة وهو يختار الايه من الكلمة يحطها في الإجابة المناسبة ليه. تعرضنا لأسئلة اللي هي أسئلة الصواب والخطأ، هو ما بيعللش فيها، يكتب يقرأ العبارة بالنسبة لي صواب أو خطأ ويحل السؤال سواء كانت الإجابة صحيحة أو الإجابة خاطئة بدون تعليل. وزي ما احنا قلنا إن الفئة دي كلها موجهة بطيء التعلم، شلل دماغي، توحد، متلازمة داون، معنى كده الأسئلة كلها بتيجي موضوعية. طيب لو احنا سامعين حد بيقول يعني ايه موضوعية؟ كلمة موضوعية يعني ما عنديش أسئلة مقالية، ده بالعكس، يا يختار يحط صواب وخطأ، يا ياخد الكلمة ويحطها فين؟ في مكانها المناسب. يبقى معنى كده الأسئلة بالنسبة لي أسئلة بتكون موضوعية بنسبة 100%، أسئلة بسيطة. نعرض يا أستاذة رباب سؤال تاني ونوعية أخرى من الأسئلة، وهي تعالوا نشوف السؤال اللي جاي. السؤال الثالث وده نوع جديد، زي ما انت شايفة الأسئلة كلها ثلاث أسئلة في الفلسفة بيكونوا زيهم ثلاث أسئلة في المنطق. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين في خمسة عبارات مما يلي. يبقى معنى كده طالما قال لي خمس عبارات يبقى هو بيجيب لي ستة وأنا بختار خمسة. نشوف العبارة الأولى، القيم موضوعية مطلقة من وجهة نظر توماس هوبز، بروتاجورس، أفلاطون، سيبانوزا. طيب احنا لسه قايلين السؤال دوت وده فعلا من الأسئلة المهمة، ان انا معايا أربعة نادوا بالموضوعية، أفلاطون وسقراط وماكس شيلر وجورج مور، وعندي ثلاثة نادوا بالذاتية، توماس هوبز وبروتاجورس وسيبانوزا. يبقى القيم موضوعية مطلقة هتطلع عندي من وجهة نظر مين؟ أفلاطون، وبحط علامة تحت الإجابة الصحيحة. ناخد عبارة أخرى، الفيلسوف الذي ساهم في نشر الفكر البيوتيقي وهو، وقال لي اختار، دانيال كالهان، إيرني نايس، ليبولد، وتوم ريجان. طبعا أنا عندي اتنين ساعدوا وليهم دور في نشر الفكر البيوتيقي ألا وهو دانيال كالهان وهانز يونس. يبقى معنى كده الإجابة الصحيحة هتطلع معايا دانيال كالهان. نشوف عبارة ثالثة، فيلسوف يرى أن العمل إنتاج للإنسان بواسطة الإنسان، وده من الأسئلة المهمة في الباب الثالث فلسفة. هيطلع معايا الفيلسوف اللي شايف أن العمل إنتاج للإنسان بواسطة إنسان ألا وهو الفيلسوف الألماني هيجل. نشوف عبارة أخرى، قدم دراسة بيئية أيكولوجية، وده الباب الأول فلسفة، فلسفة البيئة، تربط بين عدد من الأسباب والنتائج، وقال لي اختار، ابن خلدون، علي بن رضوان. ونخلي بالنا لأن تملي الطلبة بتتلخبط ما بين الاسمين دول، لأن الاسمين دول جم ورا بعض في الباب الأول، ابن خلدون وعلي بن رضوان، إيرني نايس، توم ريجان. طبعا الفيلسوف الذي قدم دراسة بيئية أيكولوجية ألا وهو علي ابن رضوان. ناخد العبارة الخامسة معانا، الفيلسوف الذي اعتبر نظام الرق نظاما طبيعيا وهو، نظام الرق ألا وهو نظام العبودية. طبعا اللي اتكلم على نظام الرق والعبودية أرسطو، لأن هيجل اتكلم عن العمل، الفارابي قسم لي العمل، ابن خلدون ميز بين البيئات الصالحة والغير صالحة. يبقى الإجابة معايا هتطلع مين؟ أرسطو. احنا طبعا اتفقنا يا استاذة رباب ان احنا معانا خمس عبارات الطالب بيجاوبهم، هنا ما نسيبش السؤال السادس تحسبا ان ممكن يكون معايا اجابة خاطئة. يبقى الفيلسوف الذي دعا الى اخلاق الارض وهو بيتر سينجر، لا طبعا لان ده دعا للحيوان، ايرني نايس، لا طبعا لانه صاحب الايكولوجيا العميقة، طبعا الفيلسوف الا وهو ألدو ليبولد. معنى كده يا استاذة رباب احنا كده ثلاث أسئلة خدناهم في الفلسفة، زي ما احنا شفنا ان الأسئلة جايلنا بسيطة، كان جايب لنا السؤال الأول إجباري، حط لي الكلمة أنا بختار الإجابة المناسبة ليها، السؤال التاني ضاع علامة صح أم خطأ مع التعليل، السؤال التالت جايب لي الإجابة أنا بختار الإجابة مما بين الأقواس. ده كان بالنسبة للفلسفة. تعالي ننقل ونشوف
المنطق، يا ترى ازاي الاسئله هتكون متواجده برضو بنفس التقسيم اعزائنا الطلبه، ما بين اسئله جايب لي الاجابه وانا بختارها مكان النقاط، اسئله صواب وخطا بدون تعليل، واختر الاجابه الصحيحه مما بين الاقواس. تعالي يا استاذ رباب نشوف السؤال الرابع او الاول الاجباري بالنسبه للمنطق هيقول ايه. منطق، نشوف سؤال المنطق. ثانيا المنطق معايا، هنبدا بالسؤال الرابع. السؤال الرابع زي ما احنا شايفين اعزائنا الطلبه بيكون اجباري، بمعنى جايب لي مجموعه من الكلمات انا بختار الاجابه الصحيحه مكان النقاط، قال لي ضع الكلمة المناسبة في مكانها الصحيح، وجايب لي منطق تجربة البديهية الموضوعية قائمة الحضور، وقال لي اختار الكلمة المناسبة وحطها في مكانها الصحيح. أول عبارة قضية لا تحتاج للبرهان لوضوحها الذاتي. طبعا وانت مغمض عزيز الطالب، يا ترى مين القضية التي لا تحتاج لبرهان؟ طبعا هتطلع الإجابة الصحيحة ألا وهي البديهية. نشوف العبارة الثانية، توضع فيها الظواهر التي تشارك في صفة ما. تعالوا بنا نفتكر، احنا خدنا في الباب الأول بيكون، وخدنا إن الجانب الإيجابي عند بيكون عمل لنا ثلاث قوائم، حضور، غياب، تفاوت. معنى كده هو بيقول لي قائمة من القوائم اللي عملها بيكون حط فيها الظواهر اللي بتشارك في صفة ما، يا ترى حضور ولا غياب ولا تفاوت؟ طب هنا مش كاتب لي غير قائمة الحضور، يبقى فعلا قائمة الحضور هي التي توضع فيها الظواهر التي تشارك في صفة ما. تعالوا نشوف الجملة اللي بعد كده، مصدر لأنماط التفكير. يا ترى ايه اللي هيكون مصدر لأنماط التفكير؟ طبعا هتطلع معايا الإجابة المنطق هو مصدر لأنماط التفكير. تعالوا نشوف السؤال الرابع، بيقول لي احد خصائص العلم في المنهج العلمي المعاصر. ما ننساش وانت بتحل، احنا خدنا كلمة المنطق زي ما انت شايف يا استاذ رباب، خدنا كلمة بديهية، خدنا قائمة الحضور، فاضل معايا كلمتين التجربة والموضوعية. طبعا احد خصائص العلم في المنهج العلمي المعاصر، وهتطلع معايا الكلمة الخاصية وهي الموضوعية. اخر عبارة معايا، تدخل الباحث في مجرى الظواهر الطبيعية. طبيعي هنختار كلمة التجربة. يبقى معنى كده يا استاذ رباب زي ما احنا شفنا، احنا خدنا السؤال الرابع في المنطق، احنا بنختار الكلمة المناسبة، السؤال ده كله اجباري يعني ما فيهوش وسيلة للاختيار، باخد الكلمة واحطها في مكان النقاط. ده بالنسبة للسؤال الرابع. هنعرض السؤال الخامس، وده بيكون على هيئة صواب وخطأ بدون تعليل. تعالوا نشوف السؤال الخامس، السؤال الخامس بيقول لي ضع علامة صح أم خطأ أمام خمس عبارات فقط. وزي ما احنا اتفقنا يا أستاذ رباب إن هو بيجيب لي كام سؤال؟ ستة، وإحنا بنختار كام سؤال؟ خمسة. نشوف السؤال الأول بيقول لي إيه، ده جاي لنا من الباب الرابع، صبر نطيقة. للمنطق الرمزي دور هام في الذكاء الاصطناعي. طبعا الإجابة بتطلع معايا العبارة صواب، لأن المنطق الرمزي بيمثل وبيلعب دور هام في تمثيل المعرفة في الذكاء الاصطناعي. ناخد عبارة تانية، الفرد في المنهج العلمي المعاصر يفسر ظاهرة مفردة، وده يعتبر من الأسئلة المهمة جدا. الفرد في المنهج العلمي المعاصر يفسر ظاهرة مفردة، طبعا هتطلع معايا العبارة خاطئة، وده من الباب الثالث في المنطق، العبارة خاطئة. نشوف عبارة أخرى، النسق بناء متكامل مترابط الأجزاء. ده من الباب الثاني الاستنباط الرياضي. هنا بيقول لي النسق بناء متكامل مترابط الأجزاء، طبعا تطلع معايا العبارة صواب، لأنه بناء فعلا عقلي متكامل مترابط الأجزاء يتكون من مقدمة ونتيجة، والاستنباط بيلعب دور حيث يساعدنا على الانتقال من المقدمة للنتيجة. نشوف العبارة الرابعة،
تسهم تكنولوجيا الاتصال في التواصل بين الأفراد والجماعات؟ ده من الباب الرابع. يا ترى تكنولوجيا الاتصال هل بتساعدنا ان احنا نتواصل بين الأفراد والجماعات؟ السؤال زي ما احنا شايفينه بديهي وسهل، تطلع الإجابة معايا العبارة صواب. كده احنا حلينا كام سؤال؟ 4. يبقى فاضل لنا سؤالين. طبعا الطالب بيحل 5، بس يحبذ ان هو يحل الست أسئلة تحسبا لوجود خطأ. نشوف السؤال الخامس. تتعدد النظريات الفلسفية التي تفسر طبيعة الرياضيات، طبعا ده جاينا من الباب الثاني منطق الاستنباط الرياضي. تتعدد النظريات الفلسفية التي تفسر طبيعة الرياضيات، طبعا العبارة صواب. طب ليه العبارة صواب؟ ما تنساش لان في نظرية بتؤكد ان الرياضة قد تكون موجودة في اوراق العلماء، بعضها يرى ان الرياضة في عالم مادي، بعضها يرى ان الرياضيات اشياء غير مادية، يبقى معنى كده العبارة هتطلع معايا العبارة صواب. احنا حلينا 5 اللي هو عايزهم، لكن مفيش مشكلة لو حلينا السؤال السادس تحسبا لوجود خطأ. وبيقول لي الملاحظة هي المشاهدة الدقيقة لظاهرة معينة، وده جاي لنا من الباب الأول منطق. الملاحظة إن أنا شاهد الحاجة أو أعمل مشاهدة دقيقة لظاهرة معينة، أوجه حواسي وعقلي لظاهرة معينة، طبعا العبارة هتطلع معايا العبارة صواب. معنى كده يا أستاذة رباب احنا خدنا السؤال الرابع، خدنا السؤال الخامس. السؤال الرابع بيقول لي اخترت الكلمة المناسبة وحطيتها مكان النقاط. خدت السؤال اللي بعد كده الخامس، بيقول لي ضع علامة صواب وخطأ بدون تعليق. فاضل لي السؤال السادس. السؤال السادس يا أستاذ رباب هيكون جايب لي العبارة وأنا بختار يا ترى إيه الإجابة المناسبة مما بين الأقواس. الجزء المكمل. الجزء المكمل. يبقى معنى كده احنا استشفينا إن ورقة الامتحان مكونة من كام سؤال؟ 6 أسئلة، نفس الثلاثة اللي في الفلسفة هما نفس الثلاثة اللي بيقولنا فين؟ في المنطق. نعرض السؤال السادس، وده تعتبر آخر سؤال معايا في الورقة الامتحانية. السؤال السادس بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين في 5 عبارات مما يلي. معنى كده يبقى هو جايب لي كام سؤال، كام عبارة؟ 6، وانا بختار كام؟ 5، بس الافضل ان انا بقوم بحل مين؟ 6. قال لي الذكاء الاصطناعي، وده من الباب الرابع، احد العلوم المتفرعة من، وقال لي اختار يا ترى من علم ايه؟ فيزياء، كيمياء، الاحياء، الحاسوب. يا ترى الذكاء الاصطناعي احد العلوم المتفرعة من علم، وتطلع معايا الاجابة من علم الحاسوب، وده الباب الرابع السيبرناطيقة في المنطق. نشوف عبارة اخرى. من انماط، كلمة انماط يعني انواع، من انماط التفكير داخل عملية الذكاء الاصطناعي يعتبر المنطق مرن ولا الصوري ولا التطبيقي ولا المعاصر؟ طبعا من انماط التفكير داخل عملية الذكاء الاصطناعي يعتبر المنطق المرن، وانا مغمض بختار المنطق المرن. نشوف عبارة تالتة. الملاحظة والتجربة من مراحل المنهج الاستقرائي التقليدي، وتعد هي المرحلة. طب احنا عايزين نفكر الطلبة ان احنا عندنا في المنهج الاستقرائي التقليدي 3 مراحل. اول مرحلة اسمها الملاحظة والتجربة، تاني مرحلة بسميها مرحلة الفرض، تالت مرحلة بسميها التحقق من الفرض. يبقى معنى كده اول معايا الملاحظة والتجربة من مراحل المنهج الاستقرائي التقليدي، وهي تعد المرحلة الأولى، يبقى بختار المرحلة الأولى. نشوف العبارة الرابعة. الأوهام التي يقع فيها الفرد
نتيجة الاستخدام الخاطئ للغة هي أوهام. خلي بالنا طالما جاب لي كلمة اللغة وأنا مغمض بختار أوهام السوق. احنا طبعا ما ننساش ان بيكون عمل لي 4 أوهام: جنس، سوق، مسرح، كهف. هنا أقرأ العبارة: الأوهام التي يقع فيها الفرد نتيجة الاستخدام الخاطئ للغة وأنا مغمض بختار أوهام السوق. أخد العبارة 5: يتم صياغة الفرد في المنهج العلمي المعاصر بصورة تجعله قابلا، ودي من الأسئلة المهمة في الباب الثالث، منطق تجعله قابلا للتفنيد، يبقى بختار كلمة التفنيد. نختار آخر عبارة معانا ألا وهي العبارة 6: مفاهيم واضحة بذاتها يستخدمها الباحث في تعريف غيرها. حاجة واضحة بذاتها بيستخدمها في تعريف غيرها من المصطلحات، يا ترى البديهية، يا ترى المسلمات، يا ترى اللامعرفات، يا ترى التعريفات. طبعا طالما قال لي مفاهيم واضحة بذاتها ما بيعرفهاش، يبقى واضحة بذاتها، يبقى وانا مغمض بختار اللامعرفات. طبعا اعزائنا الطلبة، دي صورة الأسئلة زي ما احنا شفناها. 3 أسئلة بتكون موجهة في مادة الفلسفة، 3 بيكونوا موجهين في مادة المنطق. السؤال زي ما احنا شفنا صواب وخطأ بدون تعليل، شفنا اختيار ما بين متعدد، شفنا أكمل العبارات الآتية سواء في الفلسفة أو في المنطق، وقلنا إنه موجه لحالات شلل دماغي، جميل، توحد ومتلازمة دم. ميس رايا، الحقيقة استفدنا كتير جدا من لقاء حضرتك وشرحك المبسط الجميل النهاردة لمادة الفلسفة والمنطق والأسئلة. آخر سؤال عايزة بس أعرفه، هل الطالب مطالب بأن هو في ورقة الامتحان مجرد يكتب الكلمة أو صح وغلط، ولا بينقل العبارة كاملة وبيكتب مثلا الإجابة الإكمل أو الصح والغلط وهكذا؟ لا، يدوب بس يحط صح وغلط، يدوب يختار ما بين الأقواس. تمام. الكلمة اللي هو عايزها يحطها مكان النقاط. ناخد بالنا ان احنا الترقيم بس 1 صح، مثلا 2 الكلمة المقصودة وهكذا. مرسي لحضرتك وبشكرك مرة تانية لوجودك معنا نار. شكرا يا أستاذ رباب. شكرا. أعزائنا الطلاب، بنتمنى يا رب يكونوا استفدتوا من هذا اللقاء ومن هذه الحلقة من برنامجكم تبسيط العلوم، على وعد بلقاء جديد في حلقة جديدة من برنامجكم تبسيط العلوم. شكرا لكم.